الحمد لله، الحمد لله يضاعف الثواب والأجور، ويغفر الذنوب والفجور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وأشكره على نعم وآلاء تتجدد في الآصال والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أدخرها ليوم النشور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى والعلم المنشور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. هم في ليالي الدجى النجوم والبدور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، ما يضيء نجم وما فلك يدور. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الله يهب عبده نعمتين: نعمة السراء للشكر والتذكير، ونعمة الضراء للصبر والتطهير. فكن يا عبد الله في السراء عبدا شكورا، وفي الضراء راضيا صبورا، واعلم أن الله لا يؤخر ما يؤخر إلا لخير، ولا يمنع ما يمنع إلا لخير، ولا يزل البلاء إلا لخير. فلا تحزن ولا تقنط، فربك كريم منان، لا يأتي منه إلا الخير. واعلم أن الدنيا إن أضحكت أبكت، وإن سرت ساءت، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها المسلمون، من رحمة الله بعبده أن فطره على ما فيه خيره وصلاحه في دينه ودنياه وآخرته، وجعل الدين حافظًا لهذه الفطرة، وموجهًا لها ومهذبًا. ومن الفطرة عباد الله، من الفطرة ما فُطر عليه الإنسان من لزومه الستر وحبه له والتمسك به. فالإنسان بفطرته يسعى لتغطية جسده حتى من نفسه وأقرب الأقربين إليه، ويتريث في إظهار أعماله وأقواله حتى يبدو له الوقت المناسب لإظهار ما يرى إظهاره. والإنسان بفطرته يستر المستقبحات من الأعمال والأقوال خوفًا وأدبًا وخجلًا. أيها الإخوة، لقد كرم الله بني آدم بالستر واللباس دون سائر المخلوقات، كما كرمهم بالزينة والتزيُّن. وحين وسوس الشيطان لآدم وحواء عليهما السلام وأكل من الشجرة، كانت العقوبة أنبدت لهما سوآتهما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ نعم عباد الله، لقد كان هذا هو عمل الشيطان لعنه الله، وقد حذر الله ذرية آدم من هذا العمل المستقبح، فقال عز شأنه: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. معاشر المسلمين، الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات الذي يستثر ويلبس ويتزين، وحين تنتكس عنده الفطرة يخلع ستر الله عليه، ويدخل في القبائح والفضائح وكشف السوآت والعورات. بل قال الشاطبي رحمه الله: إن الستر من المنن العظيمة
التي خص الله بها هذه الأمة، ثم قال: إن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب أحدهم ليلاً أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قرابينهم، فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبولة منها وتركت غير المقبول، وفي ذلك افتضاح للمذنب. معاشر الأحبة، وقد أحكم الله الستر بالدين والشرع، فبين للإنسان ما يجب عليه ستره من بدنه وأفعاله ومشاعره، وبين له ما يكشف وما لا يكشف، وبين له حدود الإظهار والإخفاء، بل لقد ربط الله الستر بالجمال، جمال اللباس وجمال الصورة وجمال التقوى. يقول سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمال اللباس تعبير عن كرامة البدن وإكرامه، وجمال التقوى تعبير عن كرامة الروح والمشاعر. عباد الله، الستر يحافظ على طهارة المجتمع ويبقي على سمته ووقاره، فتحفظ الأذان عن سماع البذيء من الأقوال، وتغض الأبصار عن المستقبح من المناظر، وبالستر تقل فرص الغواية، وتغيب عوامل الفتنة، وتتلاشى أسباب الإثارة. معاشر الأحبة، الستر كما يقول أهل العلم هو تغطية المسلم عيوبه وإخفاء هناته وما يقع منه، وعدم كشفها للناس مع ما يطلب من الندم والتوبة والاستغفار. والستر إخفاء وصون وحفظ، والستر مقرون بالأدب والحكمة والذوق ورهافة الحس. من هنا سميت العورة سوءة، لأنه يسوء صاحبها انكشافها، كما يسوء الآخرين خدش حيائهم في حال رؤيتهم لها. أيها الإخوة، ومن أعظم علامات الصلاح ستر العبد على أخيه عيبه، وحسن ظنه بإخوانه، واشتغاله بعيبه عن عيوب الناس. فإياك يا عبد الله وما ستر الناس عليهم بيوتهم، وإياك والتجسس والتحسس، فإنه مفسد لدينك ومفسد لأخلاق الناس. وما كانت الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب إلا لأنها كشف لأسرار المسلمين ونشر أسرارهم. أيها الإخوة، وإن في وسائل التواصل لميداناً غير كريم لضعاف النفوس الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، بل بعضهم يوثق معصيته وينشرها، وهذا من الغفلة والخذلان، يستره ربه ويكشف ستر الله عليه. القبائح والفضائح تشيع وتنتشر عبر أدوات التواصل والهواتف المحمولة وشاشات الفضائيات، فلا دين عندهم يمنع ولا خلق لديهم يردع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماعون لقالة السوء، ونقالون لأخبار الفساد، ويتلذذون بالإشاعة، ويتصدرون بالطعن والتجريح وكشف العيوب والمساوئ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إن بث مثل هذه القاذورات ونشرها آفة خطيرة، لها آثارها في الفساد والإفساد. وفي الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. مما يزرع عدم ثقة الناس بعضهم ببعض، ويؤدي إلى تنافر القلوب. النفوس المريضة تتلذذ بسماع العيوب وتتبع السقطات، وتتصدر المجالس وتملأ ساحات المواقع. إن هؤلاء الذين يجرئون الناس على المجاهرة بالذنوب ونشر الصور والمقاطع، عليهم إثم كبير ووزر عظيم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. والناس بخير
ما داموا ساترين ومستورين، ولا يزالون متحابين متآلفين ما لم تظهر بينهم العورات وتنتشر فيهم العيوب والذنوب. فعلى أصحاب المواقع الإخبارية والحسابات الشخصية في وسائل التواصل، وعلى الناس أجمعين أن يتقوا الله في ستر عوراتهم وعورات المسلمين ودفن نقائصهم والبعد عن نشر أسرارهم وعيوبهم. معاشر المسلمين، ومن أجل أن يتحقق الستر على وجهه، ومن أجل أن يحقق مقاصده، فقد شرع الإسلام جملة من الأحكام والآداب. فمن الآداب مشروعية الاستئذان على الناس في بيوتهم وفي أوقات راحتهم وخلواتهم. ومن الآداب غض البصر من الرجال والنساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن آداب الستر أن الشرع حد حدود العورة عند الرجل وعند المرأة وأمر بسترها. ومن الآداب عدم التصريح بأسماء المخطئين والواقعين في الذنوب، وعدم البحث عن ماهية المعصية. ومن الآداب أن لا يُسأل المذنب عن ذنبه، بل قال أهل العلم إن هذا داخل في قوله سبحانه: لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم. ومن الآداب أن يدعو لأخيه الواقع في الذنب بالاستقامة والصلاح، وأن ينصحه في السر وينكر عليه فيما بينه وبينه. ومن أجل الستر شرع حد القذف حتى لا تكون الأعراض كلأ مستباحة. ومحافظة على الستر توعد الجبار جل جلاله الذين يحبون الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم بالعذاب العظيم. يقول عز شأنه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، ومن الجميل الارتباط بين الستر والزينة. فالستر يضبط جنوح التزين نحو الكبر والفخر، وجعل الجسد سلعة مبتذلة مما يقود إلى التبرج المذموم. وأما التزين فإنه يضبط جنوح الستر نحو التبذل ومنع النفس من الطيبات مما يقود إلى الحرمان. والله جميل يحب الجمال. والتوازن بين الستر والزينة يعبر عن الذوق الجمالي والأدبي والتربوي. ومن أجمل الدلالات الجامعة لذلك قول الحق سبحانه وتعالى في العلاقة بين الزوجين: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مما يجمع الستر والزينة والجمال والعفة وحسن الاستمتاع. وبعد، حفظكم الله، فإن تتبع العورات وكشف الأسرار وهتك الأسرار زرع للبغضاء ونسر للفحشاء وإيغال للصدور ونفرة للقلوب، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم شأنه العزيز سلطانه، أحمده سبحانه توالى علينا بره وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يبديه العبد وما ينطوي عليه جنانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الدين حتى ثبتت أركانه وعلى بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم أنصاره وأعوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أبدا سرمدا لا ينقطع زمانه وأوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، الستر منة عظيمة ونعمة جسيمة،
لو كشف الله عن الناس لافتضحوا، ولما نظر أحد إلى وجه أخيه، ولعمت العداوة والبغضاء. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما يعجبون بستر الله عليك، ولو أن الله نشر ما ستر ما نظر أحد إلى أحد ولما استمع أحد إلى أحد. ويقول سفيان بن عيينة: لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحدا ولا جالسنا أحد. وقيل لذي النون رحمه الله: كيف أصبحت؟ فقال: بين نعمتين عظيمتين لا أدري أيهما أشكر، أعلى جميل ما نشر أم على قبيح ما ستر. وكان يحيى ابن معاذ يناجي ربه ويقول: إلهي ما أكرمك، إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وتعين عليها، وغدا تقبلها وتثيب عليها، وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها، فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك وغفرانك. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن ستر الأخطاء والخطايا لا يعني تهوين أمرها ولا الدعوة إلى اقترافها وتكرارها، بل هو فتح لباب التوبة وتطهير للقلب من الإصرار على المعصية. كما أن الستر لا يقتضي ترك الإنكار على مرتكب المعصية فيما بينه وبينه، كما أن المجاهر المتهتك لا يستر عليه، ومن كان ضاره يلحق المجتمع أو يزعزع الأمن، ومن يهرب المخدرات ويروجها ويتعاطى السحر والكهانة، ومن يريد تفريق كلمة المسلمين ويزعزع وحدتهم، ومن كان معلنا لفسقه، فكل هؤلاء لا بد من اتخاذ المواقف الحازمة لاتقاء ضررهم وكشف شرهم ودفع أذاهم والرفع بهم لولاة الأمور. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في القيل قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق وهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه المعصية، ويمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا، اللهم من أرادنا وأراد ديننا وكتابنا ونبينا ومقدساتنا وأمننا واجتماع كلمتنا بسوء، اللهم فأشره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبير عليه، واجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدبير عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
نسألك بمنك وكرمك وجودك أن تحفظ إخواننا، أن تحفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم جميعا بحفظك، وكلهم بعنايتك، واحطهم برعايتك. اللهم اجبر كسرهم، واقل عثرتهم، وفك اسرهم. اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واقبلهم شهداء عندك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ان اعداءهم قد طغوا وبغوا وظلموا، اللهم ازل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم حرر، اللهم حرر المسجد الاقصى، اللهم حرر المسجد الاقصى من المحتلين الغاصبين. اللهم اعلي شانه، وارفع مكانه، وارسخ بنيانه، وثبت اركانه يا سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم سدد رايهم، وصوب رميهم، واشد ازرهم، وقوي عزائمهم، وثبت اقدامهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ايدهم بايديك، وانصرهم بنصرك. اللهم احفظهم من بين ايديهم، ومن خلفهم، وعن ايمانهم، وعن شمائلهم، ومن فوقهم. ونعوذ بك اللهم ان يغتالوا من تحتهم. اللهم ارحم شهداءهم، واشف جرحاهم، واحفظهم في اهلهم وذرياتهم، انك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.